لم يكن للجميع أن يستشعر إصرار مقاتل مبتور الرجلين أن يقارع ببندقيته عصابات الإنقلاب في أطراف محافظة متاخمة لمحافظته عمران التي ترزح تحت وطأة الميليشيا. إبراهيم صمع بترت رجلاه من الركبتين إثر سقوط قذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الإنقلاب حين اجتياحها محافظة عمران، فاعتمد على عكازتيه حتى تشكلت المقاومة الشعبية وألوية الجيش الوطني ليحمل بندقيته متجها إلى صحاري الجوف وجبالها، ثم يقف هذا الموقف العظيم. وعلى الذي في البيوت أن يعتبروا وأن ينزلوا لكي يصفوا أرضنا وأرضهم من هذه الرافضة، وينتظروا ويعتبروا في الأخ إبراهيم الذي في قلبه همة. من جبال عمران حمل إبراهيم روحه في كفيه متجها صوب الجبهة، وفي منطقة الوقز غرب مديرية المصلوب بمحافظة الجوف يقاتل إبراهيم، فهو أحد مقاتلي المقاومة، لكنه ليس كأي واحد منها في الإصرار والقتال، فليس بالأمر الهين ولا بالمعطى السهل أن يقاتل الرجل ورجلاه مبتورتان كحال هذا الرجل الذي يخلد مدرسة في التضحية والفداء. كي يوغل المؤرخون نبشا في سيرة المقاومة يكون لزاما أن تدون مواقف الرجل في سطور التاريخ، فإبراهيم لا يسمح للمقاومة أن تتهاوى.